وصفتنا اليوم كانوا وصفتين تونسيات اللي هما المرمز بالعلوش اللي هي مرقة الحمص بالخروف، وكان الديسير كريمة الدقلة اللي هي كريمة التمر. بالنسبة للمرمز بالعلوش كانوا المكونات 500 غرام قطع لحم خروف، كانوا 200 غرام حمص، حمص منقع، كانوا ملعقتين كبار معجون طماطم، 250 غرام بصل بس يكون قطع كبير مش صغير، زدنا فلفل، زدنا حبات بندورة طازجة، ملعقة كبيرة هريسة، عنا البهارات كانت تابل، وكانت الفلفل الأسود والملح هذية لازم تزيدوهم حسب انتم مش تحبوا، وزدنا في الآخر للي يحب فلفل مجفف اللي هو دراي شيلي. هذا كانت المكونات بالنسبة للمرمز بالعلوش.